wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya, kita aminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Subhanallahul aliyul azim. Amin. Wallahu rasuluhul nabiyul karim. Amin. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Salatan tantashiru bihas syurur. Amin. Amin. Wa takunu bihal umur. Amin. Wa sallima tasliman kasiran daliman. Amin. Wa min ba'ati wal nusyur. Amin. Wa manfa'na wa rfa'na bil Quranil azim. Amin. Wa ahdina wa barik lana bil ayat wa dhikril hakim. آمين آمين. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوزنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمات عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان آمين. أو سهو أو تعديل عند التلاوة أو كسر أو سرعة أو زع لسان آمين. أو وقف بغير محل آمين. بغير محل وقوف آمين. أو إدوار بغير مدغم آمين. أو إظهار بغير مظهر آمين. أو مد أو تشديد أو همسة أو جسمين آمين. أو إعراب بغير ما أنزل آمين. أو قلة رغبة عند آية الرحمة آمين. أو قلة رهبة عند آية العذاب آمين. فاغفر لنا وتجاوز عنا سيئاتنا يا رحمن. اللهم اجعلنا من الذين حفظون القرآن آمين. العظيم حرمته لما حفظوا وعظموا منزلته لما سمعوا امين. وتأدبوا بأدابه لما حضروا امين يا الله. وحسنوا بجواره لما جاوروا امين امين. اللهم كما جعلتنا به مصدقين امين ولما فيه محققين امين. واجعلنا يا رب يا ربي بتلاوته منتفعين امين امين. والى اداد خطابه مستمعين امين. والأوامره مستمثلين أمين. ولنواهيه مجتنبين أمين. وبأمثاله معتبرين أمين. وعند حمله وعند خاتمه من الفائزين أمين. اللهم اهدنا بهدايته أمين. ونور قلوبنا بتلاوته أمين. وزين أخلاقنا بجاهه أمين. ونجنا من النار بكرامته وادخلنا الجنة بشفاعته أمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا أمين. وفي القبر مونسا أمين. وفي القيامة شفيعا أمين. وعلى الصراط نورا أمين. وفي الجنة رفيقا أمين. ومن النار سترا وحجابا أمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أمين. ولمشايخنا ولمعلمينا أمين. ولمن له حق علينا أمين. وللحاضرين ولجميع المسلمين أمين. والمسلمات أمين. منكم الأموات أمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل بركة الفاتحة أمين وكرمة الفاتحة أمين وبالمغزة الفاتحة أمين وبالمنفعة الفاتحة أمين إلى حبنا الشفينا أمين وقرة محمد صلى الله عليه وسلم أمين ولا قابل الهادي أمين وآخر دعوانا فيها سبحانك يا الله أمين. اللهم تحياته فيها سلام أمين الحمد لله أيوه رب العالمين.